بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. انتشرت ظاهرة ضعف القدرة الجنسية عند كثير من الرجال بسبب الجهل بالعلم الشرعي. قد يعني بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعني العلم الشرعي لم يترك لنا شيئا حتى في هذه في العلاقة الخاصة بين الرجل وزوجته، حتى تكون هذه العلاقة على أكمل وجه. فحول حضرتكم باختصار أسباب الضعف الجنسي عند كثير من الرجال، او عدم الاحساس بالمتعه الكامله بين الرجل والمراه وزوجته، بسبب اشياء هامه جدا، بسبب اشياء هامه جدا يعني حثها علينا الرسول صلى الله عليه وسلم. اول شيء يعني بيضعف القدره النظره الحرام، النظره الحرام تضعف القدره. كثير من الشباب ولا حول ولا قوه الا بالله الا من رحم ربي يشاهد الافلام، ينظر الى الحرام ويشاهد الافلام الاباحيه، وإذا يضعف من أهم أسباب الضعف الجنسي. الرسول صلى يقول في الحديث: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. كلنا نعاني من ذلك، يعني أنا أحد الناس، أنا أسست نفسي. النظرة سهم من سهام إبليس. قال العلماء في تفسير هذا الحديث: سهم من سهام إبليس، أي يخرج السهم السام من عينيك إلى المرأة التي تنظر إليها، ثم يرتد إليك فيطعنك في قلبك فيصيبك فيطلق في قلبك فيصيبك بالوهن وضعف الإيمان، أو ربما البلاهة الإنسان لا يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل، وقال بعض العلماء، ويصيبك في ذكرك فتصاب بالضعف الجنسي. النظرة سهم مسموم من سهم إبليس. فأخطر شيء بالنسبة للرجل وللمرأة، وثبت علميا كما قال بعض العلماء، أن مشاهدة الحرام والأفلام الإباحية تسبب تلف في بعض اجزاء المخ، لا حول ولا قوه الا بالله. فاذا نحذر شيء، يعني عليك بقراءه القران، اكثر من قراءه القران والاذكار، واستعين برب العالمين حتى تقي نفسك من الوقوع في هذا. دي اول حاجه بتجعل الانسان يعني يصاب بالضعف الجنسي. الشيء الثاني الذي يعني يجعل بعض كثير من الناس يعني بيشعر بالضعف، او لو يستطيع ان يرضي، او لا يشعر هو بالسعاده ولا تشعر زوجته ايضا. مثلا بعض الناس يعني لا يقدم لنفسه قبل الجماع. التقديم له وجوه كثيره. اولا يجب عليك ان تسمي بالله. قال رب العالمين في سوره البقره، وقدموا لانفسكم، وقتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم. قال عبد الله بن عباس: قدموا لانفسكم، اي قولوا بسم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اراد احدكم ان ياتي اهله فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فاذا قدر بينهما مولود في هذا اليوم لم يضر الشيطان ابدا. كثير من الناس لا يقول بسم الله، فتكون النتيجه انه يجامع، ربما يجامع معك الشيطان، والشيطان يجب الانسان مجرى الدم في العروق، وربما يشاهدك انت مع زوجتك، وربما فيستطيع ويستحل ان يجامع معك زوجتك، كما قال المفسرين: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وصوتك واجلب عليهم بخيلك ورشدك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم ما يعدهم الشيطان لغرور. واستفزز عليهم بصوتك ورشدك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم. فقال العلماء: وشاركهم في الاموال في الاولاد في الاولاد يجامع معك زوجتك، ولا حول ولا قوه الا بالله. منتظر ايه بقى؟ يعني يبقى في قوه في الجماعه ولا يبقى في ضعف في الجماعه؟ لازم تقول بسم الله. أيما عمل لم يذكر عليه اسم الله فهو أبطر، مقطوع الأصل، منزوع البركة. تاني حاجة، بعد أن تبسمل، الملاعبة والكلام مع الزوجة، دي المرحلة الأولى، ودي هامة جدا جدا، ولازم وطول في المرحلة دي قدر ما استطعت، أطل في هذه المرحلة قدر ما تستطيع. كل ما كانت يعني بعض الناس يعني يهمس زوجته ويداعبها ويلاعبها نصف ساعة مثلا أو ساعة. كلما أطلت في هذه المدة كلما كانت العملية قوية جدا. للأسف الشديد الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول إيه: لا تواقعها حتى يأتيها من الشهوة ما أتاك، فاهمزها والمزها، فإذا جاءتها الشهوة فواقعها. بكتب لكم الكلام ده تحت الفيديو. هذا الحديث كان فيه بعض الضعف، لكن استحسنه العلماء، وقاله ابن المغني في ابن قدامه. قاله ابن قدامه في كتابه المغني. يبقى الملاعبه والكلام، طول في الكلام على قد ما تقدر. كثير من الناس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في 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 في
في قلب يقدمه لأنفسكم. ما شاء الله ما شاء الله. لا ترتموا على زوجاتكم كالبهائم، ولكن اجعلوا بينكما رسول. قال ما الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال القبله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فهمزها والمزها، فاذا جاءتها الشهوه فوقح. فالملاعبه والمهمزه تاتي بالكلام، الكلام والكلام ده المرحله دي اهم مرحله للرجل وللمراه. والمراه يعني لا تستصار بسهوله، تاخد وقت في ادوات الاستصار. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في الحديث، لا لان الشهوه تاتي الرجل سريعا وتنقضي سريعا، وتاتي المراه ببطء وتنقضي عنها ايضا ببطء. فلازم المراه تحتاج الى تحضير. لذلك جاء في الحديث عن عبد جابر عبد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموقعه قبل الملاعبه. اذا الملاعبه هامه جدا للرجل وللمراه. وجاء وجرب، لو انت لا، لو انك لعبت زوجتك وتكلمتها. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لجابر بن عبد الله: ألا بكرا تلعبها وتلعبك؟ فالكلام والمغازلة بالكلام، أنا بقول بالكلام فقط قبل القبلة. المرحلة الأولى الكلام فقط. كثير من الناس لا ينتظر، لا يصبر، فتكون النتيجة يحدث الانتصاب أو يحدث ولكن الانتصاب لا يكون قوي، ويصل إلى مرحلة القصف ويفرغ. العصاص قال يعني لا تأتيها، لا توقعها قبل ان ياتيها ما اتاك من الشهوه، حتى لا تسبقها بالفراغ. شوف الرسول بيقول ايه، حتى لا تسبقها بالفراغ. يعني ايه بالفراغ؟ يعني تفرغ قبل ان تفرغ. هي تصل، انت تصل الى مرحله النشوه وهو هي ما تصلش، لان انت لم تحضر زوجتك. فاذا هذا يؤذي الزوجه، يؤذي الزوجه وهيؤذيك انت كمان، لان لن تصل الى، لكن لو انت عملت لنفسك مده مثلا ثلث ساعه نص ساعه مع المراه بالكلام بالتحضير كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالهمز واللمز، وبعد ان انتهي الهمز واللمس المرحله الثانيه القبله. يعني المرحله الاولى دي ثلث ساعه نص ساعه، شوف الحته دي حتى تشعر بالقوه. كلما لانه يحدث انتصاب بس ولا تخلع عنك ملابسك، ولكن انت في حاله، فحتى ينتهي هذا، حتى ينتهي هذا وتدخل في مرحله القبله، هذه هي المرحله الثانيه. فبرضو يعني كلما أطلت فيها كلما كانت العلاقة أقوى. ثم المرحلة الثالثة الاتصال. الاتصال بعد أن تنتهي هذه المرحلة، تنتهي ما تخرجش الذكر كما أمر الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: ولا يخرج أحدكم ذكره قبل أن تصل المرأة إلى شهوتها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، يعني الذكر يظل منتصبا بعد القصف. فإذا أنت لم تخرجه سيظل منتصبا إلى مدة معينة. هذا يفيد الزوج ويقوي العلاقة ويشعر الزوجة بأنك تحبها، مش مجرد أن أنت خدت رغبتك انتهيت. الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قد إيه حريص، حريص على إرضاء المرأة. والإنسان ما يكونش عنده نوع من الأنانية أو الأسرة، كما يفكر يرضي نفسه ويرضي زوجته. فقال لك تنتظر شوية لغاية ما تتأكد إن المرأة هي كمان ما تخرجش الذكر بتاعك، لأن كثير من الناس أول ما ينتهي قبل ما يفرغ يخرج الذكر. هذا ليس من السنة. يبقى الحاجة الرابعة بقى اللي تفيدك جدا، وأنا جربتها شخصيا بالنسبة للقوة، يعني العسل النحل وزيت الزيتون. عسل النحل يذاب في اللبن كما نفع الرسول صلى الله عليه وسلم. عسل النحل النقي الصحيح نقي، وزيت الزيتون تشرب منه ملعقة على الريق في الصباح، أو ملعقة الصباح مرض له فعل مفعول السحر. ثبت علميا أن العسل يقوي عضلة القلب، وزيت الزيتون ينظم الضغط ويحسن السكر، ينقي الشرايين من الكوليسترول والدهون وكل شيء، يحسن الصحة العامة. طبعا مش لو ناهيك عن الحديث التي جاءت في فضل العسل وزيت الزيتون، يعني في حديث لا تحصى. يعني العسل ذكر في القرآن في سورة النحل فيه شفاء للناس. فجرب زيت الزيتون، الرسول صلى الله عليه وسلم قال
في تفسير قول الله تعالى: شجرة مباركة شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين. في تفسير هجم قال: كل من الشجرة المباركة والدهان به. فزيت الزيتون له فعالية قوية جدا في زيادة القوة الجنسية، كذلك العسل. يبقى يكفي ان رب العالمين اقسم به في سوره التين، قال: والتيني والزيتوني وطور سنين. وقال سبحانه وتعالى في سوره النور مثل: الله نور السماوات، الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاه فيها مصباح، المصباح في زجاجه، الزجاجه كانها زجاجه، كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. شوف رب العالمين يشبه نوره سبحانه وتعالى ليس الذي ليس كمثله شيء، يشبهه بنور الذي يخرج من زيت الزيتون الناصع. ده يوريك قد ايه الزيتون مهم جدا. والتين والزيتون وطور السنين. في حاجه اكتر من ربنا سبحانه وتعالى يشبه نوره بزيت الزيتون؟ الله نور السماوات، مثل نوره كمشكاه فيها مصباح، المصباح في زجاجه، الزجاجه كانه كوكب دري يوقد من شجره مباركه اللي هي شجره الزيتون، زيتونه لا شرقيه لا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. عايز ايه اكتر من كده؟ يبقى اللي ما بيش المتزوج اللي ما بيحتسيش زيت الزيتون ده، يعني انت كده بتخالف السنه. زيت الزيتون هيعطيك قوه خصوصا لما تشرب على الريق صباحا ومساء، وعسل النحل تدوبه في اللبن او في الميه كما كمان نفع الرسول صلى الله عليه وسلم وتشربه مساء وصباحا، بس يكون نقي. اللي ساكن في محافظه اسكندريه انا ممكن اقول له ناس موثوق فيهم، لكن ما اعرفش بقى في محافظه خارج اسكندريه. لو انت فعلت، لو انت وظفت على عسل النحل وزيت الزيتون صباحا ومساء، ستجد نافعا جدا جدا لهذه على هذه العمليه، وتكون اصبت السنه. هذه هي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. بس انا ما فيش وقت ان انا اتكلم عن فضل العسل وفضل زيت الزيتون في الاحاديث. وفي عسل بيكون مغذى، النحل تغذى على حبه البركه، تلاقي العسل نفسه مائل للسواد، وحصل وحبه البركه تزرع في صعيد مصر، فتلاقي فش بقى الفائده مضاعفه. عسل نحل نقي وفيه زيت وفيه مغذى على العسل، كان متغذي على حبه البركه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالحبه السوداء فانها شفاء من كل داء الا السقم او الموت. فلو قدرت تجيب عسل متغذى على حبه البركه وتدوب العسل في الماء وتشربه وتشرب زيت زيتون الصباح والمساء، ستجد نافعا جدا 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 للصحه العامه بصفه عامه ولقدره جنسيه بصفه خاصه. يبقى نتقي الله سبحانه وتعالى. لذلك الانبياء هم افضل اقوى خلق الله سبحانه وتعالى في الجماعه، لانهم اتقى خلق الله، ما بينزلوش الحرام. حاول لو انت منعت نفسك عن نزول، كلما نظرت الى الحرام كلما قلت القدره الجنسيه، لان النظره جزء من الجماع، فبيشبع الانسان من النظر الحرام فاذا يجي جامع بعده ضعف. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب مذهبه كان الانسان اذا ازل الستار بينه وبين زوجته حتى ما دخلش بيها عليه المهر كامل، كانه دخل بيه لانه تمتع. فاذا فالنظره جزء هام جدا من العمليه. اذا اتقي نفسك النظر الحرام، ما تفرجش على ابعد عن الافلام الابلاحيه، ابعد عن النظر الحرام. ثاني شيء البسمله قبل الجماع لانها تعطيك بركه. ثالث حاجه تحضير بالكلام، دي مرحله الملعبه، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عدم الملعبه. وبعدين المرحله الثانيه بالقبله، بعدين المرحله الثالثه الجماع، وبعدين المرحله الرابعه التهدئه للمراه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نخرج الذكر قبل ان تصل المراه ايضا الى شهوتها. لان ذلك زي يزيد من اواصر المحبه، وستشعر الزوجه انك يعني تحافظ على مشاعرها وتحبها حبا شديدا. فلكن لكم الكلام ده تحت فيديو سخون، شو نشر هذا العلم في ثواب عظيم، لعل علما في الاجر ما عمل بيمين يوم القيامه. الى ان قزاك كل شيء، شو الشبكه الجرس واشرف في القناه، ارسلكم جلدين وساعدوني على نشر سنه الرواية. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.